كملوا حديثنا معكم حيت وحشناكم بزاف. والدكتور دابا تحال توحشنا كثير كثير الدكتور محمد شهبي من الاسبوع اللي فات لدابا الحمد لله هو حاضر معنا في بلاطو برنامجنا لالا فاطمه. غادي يتواصل معكم غادي يجاوبكم على كل التساؤلات ديالكم, ولكن قبل ان نبغي نرحب بترحيب خاص دكتور محمد شهبي. صباح الخير. صباح النور. شكرا. مبروك مبروكه. الله يبارك فيك. صحه لاباس. صحه وسلامه ان شاء الله يا ربي وكل ما تمنيت الحمد لله. شكرا يا ربي. دكتور شكرا على حضورك معنا من جديد, واكيد المستمعين ديالنا راهم مشتاقين ليك باش يتواصلوا كيف العاده, وغادي نديروا المساري ديالنا المعتاده ياك في جميع مناطق بلادنا ان شاء الله. نذكر فقط غير بالارقام 05 22 30 30 00, كذلك رقم ثاني اللي صوره الاشاره ديالكم اللي هو 05 22 31 33 33. خطوطنا راه مفتوحه من الان حيت انا عارفه كاين ضغط كبير, كتنتظروا مواعيد دكتور محمد شهبي دكتور اختصاصي في امراض العين تصحيح النظر وجراحه العين. كذلك اللي عنده شي مشكل اللي وقعت له شي حويجه بغى يتاكد اللي بغى يستشر معاه حنا جاهزين وراه الاشاره. دكتور قبل ما غادي نستقبل المكالمات ما فيها باس نتكلموا شويه على داء السكري والمضاعفات ديالو وتاثيره على العين, فاكيد كيجيونا كثير ديال التساؤلات حول هذا الموضوع باش ما يفوتش شي الحل او ثاني. شنو بامكاننا نقدروا نعتقوا هاد الناس دكتور؟ هو الخطوره ديال السكري هو عدو صامت بحال بعض الامراض بحال مثلا الزرق او الجلوكوما. الامراض الصامته مع الاسف كنستهتروا وما كنديوهاش فيهم, وما كان ما عندناش ثقافه ديال طبيب اسره يعني باش نعرف بدايه السكري. شحال من واحد كتقول له واش عندك السكر يقول لك لا, واش مقلب السكر يقول لك لا, باش عارف راسو واش عنده السكر. اذا بالنسبه له السكري هما المضاعفات, يعني خصو يشوف المضاعفات اللي كيكونوا عند الناس, يا اما كيفيق في الليل يتبول او كيشرب الماء بزاف الى اخره. هذه مضاعفات يعني كنوصلوا لواحد المستوى ديال السكري اللي غير متزن وكيعطينا هاد الاعراض هذه. كاين الناس اللي حتى كينقص لهم الشوف عاد كيقول لك غنمشي عند الطبيب. يعني الوقايه قلنا المضاعفات يعني دابا الوقايه خير من العلاج. اذا خصنا تكون عندنا بعدا ثقافه ديال الفحوصات ونمشيو عند طبيب اسره او طبيب عام باش يعمل فحوصات وكيعرف على حسب السن على حسب يعني الاجواء ديال الانسان قد يبحث على بعض يعني التحاليل غيطلبها. مثلا النساء غادي يشوف بان بالنسبه للثدي, بالنسبه للرجال غادي يشوف البروستات الى اخره, ولكن حتى السكري كيكون الملحه الى اخره. ملي كنعرفوا السكري في البدايه ديالو يعني راه مرض عادي جدا ان الانسان قد يعيش 30 40 50 سنه بدون مضاعفات, ولكن الا فهمت المرض ديالي المشكل ديالنا هو ان ملي كيقول لك السكري كنحيد غير السكر, يعني شنو الحميه ديالو حيد السكر وكيبقى ياكل الخبز والكسو بطاطا جلبانه. المسائل كاين بزاف المسائل اللي ما خصهاش تكال, كيخص الانسان الرياضه يعني بزاف ديال المواد والعناصر الغذائيه الاساسيه مخبي فيها السكر ما بيناش بلا مذاق الحلو بلا مذاق الحلو بحال الخبز مثلا. الخبز راه فيه لاميدون. يعني هذه المسائل كلها كيخصنا نبدلوا ثقافه ديال الاكل ديالنا, نعرفوا كيفاش ناكلوا. الرياضه ما دخلاش عندنا في الثقافه ديالنا, الرياضه كتبان بحال مساله ثانويه. اذا هاد المسائل خصنا نغيروها والانسان يفحص باش ما نوصلوش للمضاعفات, لان ملي كيوصل عندنا حنا كطبيب ديال العينين وكاين اعراض اذا كاين مضاعفات. كاين مضاعفات وهنا كيبقى الخطوره واش فات الحال ولا مازال شويه نقدروا نستدركوا. طيب دكتور شكرا جزيلا لك. يمكن الخلاصه من هادشي كله سيروا فقدوا في راسكم تحليله ما دات ما جابت, عندك علامات ولا ما عندكش علامات ياك صحه جيده الحمد لله الله ينعمك بها, سير قلب راسك هادشي اللي غنقولوا. فاطمه مكناس نتمنى تبقى معنا. فاطمه مكناس مازال معنا خويا عبد العزيز؟ يلا سريع. يا ولدي يا والامن. السلام عليكم لاله فاطمه, مرحبا بك. ربي يخليك يا بنتي سميه الله يسهل عليك. امين حبيبه احنا وانت ان شاء الله. مرحبا بك الدكتور هو معك تفضلي. يعطيك الصحه. بغيت نهضر مع الدكتور الله يخليك. مرحبا لاله. مرحبا. انا والدي عيني تيضروني واحد العين, قالوا لي مريضه وحده عندي فيها الطانسيون ووحده قالوا لي عندك العرق ديال العين الاخرى ما كنشوفش بها كاع والو. ولدي قالوا لي عندك العرق اللي كيعطيك الضوء مرض لك. ودابا ولدي واش عندي شي امل شي دواء ولا ما عندي والو وليدي؟ لا, إذا كان العصب البصري يعني ديال الضوء هو اللي تأثر غيكون تأثر بالتونسيون, يعني التونسيون اللي كانت عندك وما كنتيش كتقلبي ما كنتيش كتفاقدي, لأن المشكل هو أن الإنسان كيبقى حتى كيوصل. هذا هو باش بدينا يعني هذا البرنامج. يا ولدي أنا وليدي كنت في فرنسا. نعم. وكيعطي تجي تفرملي راك عارف كتكثر ليا, وجاتني واحد المرضى جابوني لهنايا غير مرفوده الله ينجيك, وقيلا شي شهر ما تليتش قطر.
وقيل داك هذاك الشهر اللي ما قطعش هو اللي طلع. ايوا ربما لان المشكل ديال راه كتعرفي التقاطر ديال التونسيون كيخصهم يتخادوا في الوقت ديالو وما ناخروهمش الى اخره. مع الاسف الان هذاك العصب البصري اللي تحرق ما كاينش العلاج الان على كل حال. هذا هو المشكل لان هو جزء من العصب من الدماغ يعني بحال الخلايا ديال الراس ماشي ما بقيناش في العين لان الامتدادات ديال العصب البصري من الراس هذوك الخلايا ديال الراس ما كيتبدلوش. اذا مع الاسف ما كاينش الدواء. لا ما كاينش الدواء وليدي علاقاش قالوا لي ما خليت فين مشيت داك الطبيب ديال تبارت هنايا مشيت لهذاك ديال الدكتور تبارت قال لي ودي عندك راك العرق اللي كيعطيك الضوء لعينك شويه مريض لك دابا خصك تحافظي على داك الشيء اللي كاين ما تحبسيش الدواء واخا شوف النقاص الى اخره بقاي كتاخذي التقاطر. هذا مساله مهمه. انا قدام وليدي زعما ما عندي دواء نجيل عندك الا كاين شي حاجه والو. لا داك العصب البصري اللي نشف ما عندنا ما نديرو له راه بحال العافيه ملي كيسول الانسان كيقول لك واش العافيه عندها الدواء. العافيه عندها الدواء ولكن لا طفيناها بكري ماشي بحال لا طفيناها حتى حرقات يعني ماشي مسألة ديال الوقت كيلعب دور مهم يعني الانسان ما خصوش يخليه حتى كتولي الاثار. قالت لي يا مريض لك ما قالتليش تحرق ولا شيء قالت لي العرق اللي كيعطيك الضوء لعينيك مريض لك. هي لا كان مريض يعني راه باش مريض لان تحرقوا فيه الخيوط ديالو لانه هو اللي كيجيب الضوء. ايوا وليدي وانا كنت نتمناك زعما باش تقول لي الا كاين شي علاج من عندك ولا شي. هو العلاج ديال الله سبحانه وتعالى حنا كنقولوا اللي كاين ماشي ما يمكنش نعطوك الامل في المسائل. هذاك الشيء علاش كنتكلموا دائما الوقايه خير من العلاج دائما. راه الاحسن علاج هو ان الانسان يتفادى يطيح في واحد المرض اللي غيخلي ليه الاثار. ملي كيولي الاثار راه صعيب باش نتداركوها لان الله سبحانه وتعالى خلق لنا شي اعضاء اللي بواحد الطريقه متقنه من الصعب ان نصنعوها حنايا. ما يمكنش نصنعوا شي حاجه اللي صنع الله سبحانه وتعالى. داك الشيء اللي كنقول وهذا الضبابه اللي قاضي عليا وليدي كطيح عليا الضبابه ما كنبقى نشوف والو. هذيك الضبابه راها هي فيها الخير يعني انك راك مازال كتشوفي شويه لان التقاطر ديالك ما تحبسيهمش تبعي مع الطبيب باش يشوف لك واش كافيينك ولا ما كافيينك شاي. عاوني شويه بدوك الفوطات في الليل اللي كنقولوا ديك المدافي باش يعاونوك لان مع التقاطر الدمعه ما كتبقاش مزيانه وكتدير ديك الضبابه مره لان ملي كتكون الضبابه غير مره راه من الدمعه ماشي من المرض. دابا هذه شي شهر ولدي كتهبط لي الدمعه هذيك المريضه اللي ما كنشوفش بها كتهبط لي الدمعه تتلصق بحال المسكه. لا ماشي مشكله هذيك دابا المساله انت حاولي التقاطر ديالك ما تحبسيهمش احترمي الاوقات ديالهم وعاوني بدوك الفوطات في الليل اللي لايه ولي لا راه كتسمعي في البرنامج امتى كنقولوا كيفاش كنديروا فوطات في المدافي كنعصروهم ونكمدوا بهم الجفون ديالنا ربع ساعه ونبقاو نكمدوا لان خص ربع ساعه تبرد لك هذيك الفوطه خاصك تبقاي تدفيها ربع ساعه وملي تكملي ديري المساج للجفون ديالك بحال كدلكيهم بحال كتحلبيهم باش يطلقوا واحد الماده دهنيه باش كترطب لك العين باش ما تبقاش هذيك الدمعه ملصقه. ودابا هاد العين اللي عندي فيها العدسه داروها لي في فرنسا دابا ما نقدرش نبدلها حتى ما بقيتش كنشوف بها. لا ماشي العدسه اللي كتشوفها لا العدسه بحال البوله لا كانت مزيانه والضو ما كاين شيء ما غتشعلش. ياك اييه كلشي من العينين كلشي من العصب البصري. وليدي حبيبي وانا كنت نتمناك فوقاش نهضر معاك. دابا خص على وليداتك راه هاد الشيء وراثي. وليداتك خصهم يبقاو يقلبوا وخوت كيقلبوا. ها هو ولدي راه ولدي بوليسي وراه هو عنده الضيقه وها هو البارحين مشى للطبيب دوز قال له عندك جلاله في عينك. ايوا لحقاش مع الدواء ديال الكورتيزون كدير جلاله ما تخافيش منها ماشي مشكل. جلاله عندها العلاج غير خص ماشي انا ولدي ماشي لا عرفتك ولدك عرفت ولدك ايه هي ولدك عنده جلاله لحقاش مع الضيقه كياخذ لا كورتيزون تكونات له ماشي مشكل. ايه ولدي عندك الحق. ايه والله يجيب الشفاء لالا تيدير داك الرابوز وداك الشيء. ايه الله يجيب الشفاء ميمتي. دابا ما عندي دواء والو وليدي والو. ايوا جاوبتك الحاجه. والله يخليك الله يجيب الشفاء الله يجيب الشفاء لالا. الله يخليك وليدي الله يرحم الوالدين. مرحبا لالا مرحبا. طيب شكرا لك دكتور على الجواب وشكرا للسيدة على المكالمة ديالها. الغالب الله رجع في الله بعض المرة كيكون كيصعب. لماذا كنتكلموا دائما الوقاية؟ لأن من الصعب أن تعالج بعض المسائل اللي من الصعب
كانت مسكينة فرحانة تبشرها بشي خبر صار ولكن الغلط مع الأسف ما نقدرش نكذبوا عليك أمامتي هذا الشيء اللي كاين. ولي هذا حنا علاش كنتكلموا على السكري مثلا بحال السكري حتى هو كيحرق مثلا الزرق حتى هو كيحرق يعني من الصعب أن تدرك فعلا لأن كيبقى سنوات هو غير متزن ماشي كيجي بين عشية وضحى. طيب فغادي نمشيو فاصل قصير مستمعينا إلا جات على خاطركم بعد رجعنا غادي نكملوا حديثنا ونستقبلوا مكالماتكم بعد الفاصل. زاز ما طولناش كثير لانه معنا السي بوجمعه كيتسنى مسكين من قبل ياك دكتور غنمشيو من ايمين تانوت ما السي بوجمعه. السلام عليكم سي بوجمعه. اراكم السلام اختي اراكم لاباس عليك كي داير؟ بخير اختي بارك الله بارك. تفضل سي بوجمعه. مرحبا اختي. بغيت نسول الدكتور حيت سمع عندي هذاك العمش في العين. أيه. سمعت واحد اخرى قال را داك الشومبان ديال الدري صوار هو اللي لا هذاك الشومبان كنديروا القشره اللي كانت القشره ديال لا عندك القشره في الجفون ديالك. انا عندي هذاك العمش بعض المرات كتطال ليا عيني الا ما حيدتو كيدير لي صبابا. ولكن ما كيدمعوا لك عينيك ولا لا؟ لا اشنو كدير في الخدمه ديالك؟ دابا متقاعد. جالس غتكون شوف خصك لازم تمشي عند الطبيب بعدا يشوفك واش عندك مشكل لقاش دابا الدموع عندك كيتبخروا بسرعه. هذاك الشيء انت اللي غينفعك ماشي الشامبوان ديال الدراري، غينفعك هما الفوطات في المدافي بحال اللي تكلمنا مع السيده دابا. كدير فوطات عاديين في المدافي كتعصرهم وتكمد بهم عينيك مسدودين وتبقى تكمد لان غيبردوا تبقى تكمد ربع ساعه وملي تكمل ربع ساعه كتدلك دير بحال الماساج للجفون ديالك كتدلكهم الفوقاني والتحتانيين صباح ولا العشيه؟ ليله ايه وليله لا. بارك الله فيك. صافي؟ بارك الله. واضح؟ الله يحميك جزاك بخير بارك الله فيك. حيت مشيت دوز وخرجوا لي تقطيره ونضادروا وداك الشيء درت هذاك التقطيره وداك الشيء ما داك الشيء هو. عاون بهذا الشيء هذا ليله ايه وليله لا وكمل بالتقاطر ونضادر حتى هما ديرهم. بارك الله فيك شكرا. شكرا لك السي بوجمعة. شكرا لك ولساكنة إيمي تانوت. وغادي نمشيو المكناس هذه المرة دكتور في شخص إيمان. سلموا عليها ونباركوا لها العواشر ونسمع السؤال ديالها. إيمان السلام عليكم. السيدة إيمان معنا ولا قطع الاتصال مع إيمان؟ طيب في انتظار ناخذ اتصال مع ديرها منك حبيبتي إيمان. رقمنا 05 22 30 30 00. رقمنا الثاني هو 05 22 31 33 33. أكيد التواصل مع الدكتور محمد شبي. مرحبا بكل مسمعين ديالنا. تخصص أمراض العين تصحيح النظر وجراحة العين أيضا. مرحبا بكم معنا وسلامي بطبيعة الحال لكل المسمعين الأوفياء اللي كيتواصلوا معنا في هذا البث المباشر. على بركة الله دكتور غادي نمشيو دفعتنا كذلك الجديدة من المكالمة. سيدة حفيظة من قنيطرة. السلام عليكم سيدة حفيظة. السلام ورحمة الله. مرحبا بك لالا. مرحبا بارك الله فيك حبيبة. تفضلي. بغيت الدكتور نهضر مع الدكتور الله يخليك. أكيد هو معك دكتور تفضلي. لازم تاخذوا الإذن عند سمية سينو تقلق لينا. لا أنا كنسير على حظنا. شكرا جزيلا. مرحبا لالا. مرحبا. أنا دايرة العملية اللي صرا دايرة لها جلالة العدسة. أيه. جلالة دايرة العدسة. نعم. من الليلة الأخرى كانت هزت لي مي من رجليها من الخب وبقيت مقابلاها ودابا الوالدة توفات الله يرحمها الله يرحم جميعا وعيني بقات هكاك في هذيك الجلالة. إيوا ديري لها العملية ماشي مشكل. ودابا مشيت لواحد الدكتور قال لك عندك العدسة عندك جلالة قاصحة تغرق وقت طويل قاصحة ما عرفت. ايوا اختاري الطب. بغيت نجي لعندك انا. مرحبا بك. بغيت نجي لعندك. مرحبا. دابا الناس نصحوني بزاف كيقول لي سيري هنا تنقول لهم والو انا باغا نمشي للدكتور شبيبه. مرحبا لالا. مرحبا. الله يعمر ليه الدار وانا كنسمع عليك بزاف. نتمنى على ربي يكون خير ان شاء الله. لا يحشمنا. الله يحشمنا والله يرحم والدينا جميعا ان شاء الله ويجعل اموات المسلمين في هذه الايام. عندي زعما امل فيها. يكون الخير ان شاء الله. نوي الخير يكون الخير. انت تهليتي في الوالده ربي غيتهلا فيك. الله يجازيك صح. تهليت فيها 24 عام وانا شفتها. هنيئا لك. وتا واحد ما بغاها وانا فضلت تعملي العين ونقدر. هنيئا لك ان شاء الله غادي يسر لك ربي ما تخافيش. ان شاء الله. المرضي ما يخاف حبيبتي المرضي ما يخاف. شكرا لك حفيظه. صافي خلي قينك بالله ان شاء الله وابتسمي المعنويات مرتفعه ياك هذه ايام عواشر ان شاء الله ما يكون غير الخير.
صافي انا غنرجعك للستوندار خويا عبد العزيز، غيعطيك الرقم ولا الا بغيتي اي مساعده ما كاين حتى مشكل نعتولك فين كاين الدنيا هاني. صافي يلا حبيبتي شكرا لك، نهارك مبروك. شكرا لك حفيظه. طيب دكتور من قنيطره غادي نمشيو لمارتيل ياك، نحيو مناطق الشمال تبارك الله دابا مع الصيف غادي تمار الدنيا تما. سلام من سي محمد. السلام عليكم سي محمد. سي محمد السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد. كيداير لاله بخير؟ الله يبارك فيك. مرحبا سيدي تفضل. عافاك انا بغيت نهضر مع الدكتور على حسب عندي واحد الوليد. نعم سيدي مرحبا. بارك الله فيك دكتور. السلام عليكم سيدي مرحبا. عندي واحد الوليد من 2016. نعم. ولكن تبدا في الطبيب عنده مرض ريتينوبلاستوم. ريتينوبلاستوم. ريتينوبلاستوم من 2016 مشيت تبدا في الفاس وزولوا له وحده، واحد العين زولوها له، بقى له وحده اخرى كانت عاجزه دابا. عنده فيهم بجوج. عنده فيهم بجوج. للاسف لان ما رديناش البال ملي كان باقي شهر ولا شهرين، حتى دار عام عاد رديت له البال، يعني كنكبرت له العين الاخرى. نعم. واخا ودابا كنت تبدا في مستشفى الجامعي. فعشرين غشت دار عشرين مستشفى الجامعي. نعم لاقاش هما متخصصين في هذه المسائل. لا عشرين غشت. نعم. عند الدكتور. لا بلا ما تقول اسماء، مهم مستشفى الجامعي معروف هو اللي كيعمل هذه المسائل. واخ دابا انا كنتبع واش يعني صراحه دابا انا بقى غير كونترول، واش كاين شي حل لذاك العين اللي انا باقي كيشوف بها شي شويه؟ من الصعب نجاوبك لان على حسب دابا الهدف الاساسي هو ان ما يمشيش له المرض في الجسم ديالو، هذا هو النقطه الاساسيه. علاش كيديروا الكونترول؟ الكونترول مهم جدا لان يقد يسرح له في الجسم ديالو، لان المرض مرض خبيث باش الناس يفهموا. اعطيني الكونترول المده ديال 6 شهور. دائما احترم المراقبه والمتابعه. وما كاينش يا دكتور شي حل مثلا واخا على برا ولا كذا؟ راه هذاك هذا المركز راه سين ريفيرونس، يعني راه ماشي مركز، راه بحال كتمشي راه بحال كتمشي للخارج، لان المسائل اللي كيتداروا تما بحال كيتداروا برا، يعني كفاءات عاليه وكيتعامل معنا مزيان صراحه يعني. اذا خصك تبقى تتبع المتابعه، وملي غادي يكون ان شاء الله امل، لان ما عمر الانسان يفقد الامل دائما. العلم كيتقدم، انت كدير اللي خصو يتعمل الان كتعملوا وربي هو الشافي ان شاء الله. بارك الله فيك دكتور. والله يجازيك على ما كدير مع الوليد هذا. بارك الله فيك. طيب شكرا لك سي محمد من مارتيل. سلام للمستمعين ديالنا فين ما كنتوا، تحيه كبيره لكم اكيد. مازلنا مستمرين ياك دكتور ان شاء الله المكالمات بطبيعه الحال. حنا راه الاشاره دكتور محمد شبيل لك جزيل الشكر امتنان على هذا المجهود اللي كتبذلوا في هذه الفقره هذه، دائما في تخصص امراض العين، تصحيح النظر وجراحه العين ايضا. غادي نمشيو بالجعد يلا. سي محمد السلام عليكم. سي محمد وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل سيدي مرحبا بك. نعم سيدي السلام عليكم. دكتور نعم ما شاء الله. السلام دكتور لي جزاك بخير. بغيت نسول، كان عندي واحد المشكل في عيني ما وقع لي من التليفون. كنسمع بدا لي المره الاولى من التليفون، كنت كنستعملو بزاف ومشيت. كنتي كدير الانشاء بزاف واقيلا سي محمد، مازال لحد الساعه ما عطيتيناش الاعراض، عطينا على الاعراض عاد نعرفوا اسباب اسباب النزول. دكتور انا نهائيا دابا ما بقيتش كنقدر على التليفون. لا بلاتي بلاتي، اعطيني الاعراض. ما كتقدش تشوف الضوء، ما كيضرك الشعاع، فهمتي؟ اعطيني الاعراض لان لحد الساعه بقيتي عليا بالحديقه جميله الى اخره، ولكن ما عرفناش القصه شنو فيها. كنت شويه ادب دكتور. كنتي ادبي تبارك الله عليك. واش تبارك الله عليك. بصرا انا ما بقيتش كنقدر دابا انفوكيت كتحط قدامي اشعه ديال البيسي بورطابل. ما كتحملش الضوء، ما كتحملش الضوء. ودرتي درتي فحص عند طبيبة العينين ولا لا؟ انا خليتها دكتور فين مشي. لا بلاتي عبلاتي عبلاتي عبلاتي، ملي درتي الفحص ما عطاوكش النظاظر؟ كندير نظاظر هادشي. لا ولكن كديرهم كديرهم دائما ولا لا؟ ما كنحيدهمش. بلاتي بلاتي مشي معاك بالشويه، لان انا بقينا معاك في الانشاء غتمشي مشي البرنامج كامل ومازال ما وصلناش. اسمع مزيان، ملي والعمل ديالك كتخدم في البيسي بزاف؟ قبل، اما حاليا فاش بقى لي المشكل صافي ما بقيتش كنخدم. دابا اشنو كدير؟ دابا انا عيك خدام فواحد التعاونيه ديال الحليب. لا ولكن لا شنو العمل ديالك انت؟
لا كتخدم دابا ملي كتخدم واش كتكتب في الوراق ولا كتخدم في البيسي ولا كتخدم في البيسي؟ لا دابا 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 لا دابا نهائيا دكتور ما بقيتش كنقدر. ما عندكش شي مرض مزمن ما كيضركش؟ ما عندكش البروده؟ البروده في الذات ديالك ما كيضركش؟ مفاصلك ما كيضركش؟ لي روماتيزم ما عندكش؟ لي روماتيزم كيضرك؟ لا مؤخرا كنت مفاصل العضله ديال عينين عندك عيان. نسالي العين، نسالي العين، الجسم ديالك، الجسم ديالك ما كيضركش مفاصلك ما كيضركش ركابيك ظهرك؟ ما عندكش الحريق في المفاصل ديالك؟ لا. لان الاعراض اللي كتكلم عليها، اسمع الاعراض اللي كتهضر عليها، مشكل عندك ديال الدموع فقط، فهمتي؟ لا مشيتي عند الطبيب وقلبك وما لقى لا جلالة لا مشكل تشوف متشتت لا كذا وما كتحملش الضوء، راه عندك مشكل ديال الدمعة، عندك الدمعة غير مستقرة. أنا ما كنبغيش الكلام اللي كيقولوا الدمعة جافة أو ناشفة، لحقاش بالفرنسية كنقولوا سندروم سيك، ولكن هذا مصطلح خاطئ في الحقيقة. يعني المصطلح الحقيقي هو أن الدمعة ما كتبقاش مستقرة، كتبخر بسرعة. الدمعة خصها كتبقى ميدمة ثقيلة بحال شي إزار كيهبط على العين على القرنية بين الرمشة والرمشة، ملي كيتبخر بسرعه كتولي العين عريانه، كتولي مثلا كالبرد، كتدمع بسهوله، كتسم، كيقول لك عيني كتشم، كيولي الشعاع كيضر الى اخره. هذه المسائل هذه كلها خاصك تشوف طبيب مختص او مركز مختص باش يشوف لك نوعيه الدموع. كتفحص، كاين دابا الفحوصات كتدار ديال الدمعه، كنشوفوا النوعيه ديالها وعلى حسب الغدد اللي عندك ممكن تفعل. حتى دكتور انا راه من 2020 وانا عند طبيب، اللي مشيت عنده مؤخرا كنمشي عنده كيقول لي ما عندك حتى شي حاجه، ولكن راه ما كتبانش. راه خصك دير فحوصات ديال الدمعه. دير فحوصات ديال الدمعه؟ ايوا هادشي اللي قلت لك، قلت كتمشي للمركز اللي عندهم الاجهزه باش يديروا لك فحوصات ديال الدمعه. واخا دكتور صافي وصلنا ولا ما وصلناش؟ ابو الجعد، ابو عبيد الشرقي. يلا تبارك الله، يلا الله يعاون. شكرا لك سي محمد لهلا اختك. طيب سريعا سريعا غادي نمشيو فاصل اعلاني قصير تمام العشرة و30 دقيقة ومن بعد راجعين باش ناخذوا سي محمد من سلا باش ما نطولوش عليه كثير بعد الفاصل. انا سريعا لمواصلات اكيد ما تبقى من هذا اللقاء الزوين الممتع اللي كيجمعنا رفقة الدكتور محمد شهبي، الله يزيد فرحته وشكرا على هذا الكرم اللي كيمنحوا لنا دائما المستمعين اذاعة مفهم. تخصص امراض العين، تصحيح النظر وجراحة العين ايضا، مرحبا بكم معنا. للاسف قطع الاتصال ديال سي محمد مسلا وغادي ناخذ سريعا سي عبد العزيز من ميدلت. سي عبد العزيز السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بخير سيدي، مرحبا، تفضل. بخير الله يطول عمرك سيدي، مرحبا. وعليكم مبروكه. الله يبارك فيك اودي سي عبد العزيز، مرحبا مرحبا سيدي. الله يبارك فيك دكتور، بارك الله فيك. نعم سيدي. دكتور بغيت غير واحد الاستشاره، لان كيكون عندي واحد المشكل. انا في الجاليه، ولكن ملي كنجي للمغرب وخاصه ملي كندوز المناطق ديال الحراره الرشيديه ولا المناطق، كنلقى مشكل كتجيني ديك الضبابه في العينين، ما كنقدرش نبدا نشوف، خصني دائما ندير التقطيره. شحال السن ديالك؟ 60. دابا غيكون وما كتستعملش الهاتف بزاف، تليفون ولا تسوقان بزاف؟ كنستعمل الهاتف وي. نقص منه؟ نعم. دابا الناس كينساو واحد النقطه. نعم. عندنا واحد الخزان ديال الدموع بحال السياره، عندها غيزيرفوار، هذاك الخزان كيهز مثلا 50 لتر، غتمشي واحد 600 كيلومتر كيخوى، ما تقولش راه مشكل كاين في السياره. نعم. عندنا خزان ديال الدموع اللي كيرطب لنا الدموع ديالنا، الا استعملنا الهاتف ولا صقنا بزاف او التلفازه او الحاسوب واحد العدد الساعات، راه ما كتبقاش هذيك الدمعه، كتجيك الضبابه. مساله عاديه جدا، راه ماشي مرض. مبارك الله، فهمتي؟ عادي. نعم. هل هو استهلاك عندك اكثر من الطاقه ديال تحمل العين؟ الله يجازيك بخير. انا كيسحبني واش بالنسبه للحراره ولا شي حاجه هي اللي لا الحراره، الحراره لان كيتبخر، ولكن اللي كتكون ملي كيكون يعني ما مستهلكوش بزاف ما غاتحش به. نعم. ولكن ملي كتكون مستهلكو كيتبخر بسرعه. ولكن علاش ملي كنكون برا، يعني حتى برا كنستعمل الهاتف بزاف وما كيكونش عندي هذا المشكل؟
راه دابا انا هادشي اللي فسرت لك قلت لك بان على حسب التبخر انا ديال تبخر الحراره يعني ملي كيكون يعني ديك المقاومه ما كتكونش مقاومه قويه. نعم فهمتي راه حتى نعم. حتى الناس كاين الناس مثلا في بعض البلدان ديال الخليج مثلا كيكون عندهم لا كليماتيزاسيون الاي سي عندهم بزاف كيوقع عليهم نعم. نفس المساله كيحسوا بها. الله يجزيكم بخير. مرحبا سي بارك الله فيكم نهاركم مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. مرحبا مرحبا. طيب شكرا جزيلا لك سي عبد العزيز. وحنا دائما في استقبال مكالماتكم مستمعينا من مختلف مناطق بلادنا. راه غادي نتسارعوا من ميدلت غادي نمشيو لتالودانت شخصي محمد. السلام عليكم سي محمد. الو السلام عليكم سي محمد. فقدنا اتصال مع سي محمد تالودانت. طيب للاسف كاين ضغط كثير صراحه كيف ما علنت عليها منذ قليل انه كاين ضغط كبير دكتور لدرجه انه كنفقدوا كثير المكالمات. فنقول غير معذره للمستمعين ديالنا صراحه انقطاع الخطر ماشي بارادتنا حنا راه كيتقطع بوحدو لانه كيكون شخص اخر كيتصل وكيرتبكوا ليلين فمعذره منكم. طيب ارقامنا 05 22 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 05 22 31 33 33. شكرا لماريا في استقبال المكالمات وخويا عبد العزيز اللي دايرين كثر في مشهدهم صراحه. غادي نمشيو عند سي هشام. السلام عليكم سي هشام. غنرجعوا لكازا. السلام عليكم. وعليكم السلام سي هشام مرحبا. لا بخير. الله يطول عمرك. مرحبا سيدي تفضل. سلام سيدي مرحبا. الله يكبر بك خليك صحيحتك كنشكرك بزاف. هذا واجب. هذا واجب يا اخي النصائح اللي كتعطينا. هذا واجب. شكرا خير كثير تبارك الله. الله يبارك فيك. الله يجعلها صدقه جاريه ان شاء الله. امين امين امين. الله يخليك دكتور. انا كندير سائق مهني. اييه. ولاحظت العين ديالي بحال قلتي في الدوره ديالها بحال كاين شي زروقيه بجوج عين كتكون بحال واحد السيركل زرق. قلبتي واش ما عندكش مشكل الكوليسترول؟ بصراحه مرق وخصك تقلب لانه قد يكون كوليسترول. الا كانت التحاليل كلها عاديه ما تخافش منه سي جيرون توكسون ما تخافش ما عنده حتى شي تاثير على الشوف. ولكن كاين الناس اللي كيكون عندهم لان عندهم الكوليسترول طالع. اذا من الاحسن تمشي تعمل واحد الفحص بصير عند طبيب عام غيدير لك تحليلات تقول له بغيت ندير تحليلات عامه على حسب السن ديالك غيطلب وقول له بغيت نعرف الكوليسترول تا هو يدير لك الانواع ديالو. يعني السبب غيكون الكوليسترول قد يكون اذا كان الكوليسترول عادي راه مساله عاديه ما تخافش منها. ما كاينش تاثير على العين. ولكن لك الكوليسترول خصك لا ما كاينش تاثير على العين ولكن التاثير هو اذا كان عندك الكوليسترول وعطاك هذا الاثار هذه راه قد ياثر لك على الاوعيه ديالك القلب الى اخره. نعم لو دائره قديمه هي بكيه بحال لا هي مساله عاديه كاين الناس اللي كتكون عندهم ما عندها حتى شي تاثير ولكن من الاحسن تعمل فحوصات. الله يرحمك الوالدين. مرحبا سي هشام وكنحيوا السائقين المهنيين من هذا المنبر. اكيد اكيد الله يعطيهم الصحيحه والصبر مع الطريق خاصه في اكتظاظ الدار البيضاء الله يحسن العوان. طيب غادي نمشيو دكتور سريعا نكملوا حديثنا ونستقبلوا مكالمتنا مع المستمعين ديالنا منها صله الرحم كنبارك لهم الاواشر كنطمئنوا عليهم. فاتصلوا بنا على الارقام الصندوق المفتوحه اللي هي 05 22 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 05 22 31 33 33. سي احمد من بولمان. السلام عليكم سي احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدي تفضل. مرحبا دكتور معك. تحياتي لك استاذ وتحياتي للدكتور اللي معك. شكرا سي احمد مرحبا. الله يحفظك استاذ. انا دوزت عند واحد الدكتور ديال العينين. نعم. وقال لي المهم كلشي مزيان وعطاني قال لي غادي يدي النظارات. هو المهم قال لي غير النظارات ومشى عطاني الوريقه مشيت عند نظاراتي قال لي اودي هذاك نظاراتي هاد النظارات اللي عطاك راه غير ديال القرب راه ما يصلحوش لك يعني تلبسهم يوميين ولكن الا عندك المهم شي كتبه ولا شي حاجه بغيتي تكتب ولا شي حاجه اللي غادي ديرهم. شحال السن ديالك؟ ديالي 44 سنه. نعم عطاك نظارة القرب، إذا الطبيب شاف بأن محتاج أنت على القرب. أي ولكن دابا فاش جيت لعند هذاك نظارتي قال لي ودي غير القرب راه غادي ديرهم، ما عندكش القرب ما كتخدمش في القرب راه بلا ما ديرهم يعني ماشي مشكل، هذا الشيء هو السؤال اللي بغيت نسول. السؤال هو أن كل واحد خصو يدير العمل ديالو. إلا ما فهمش أي الوصفة خصو يهز التليفون وعيط للطبيب باش يفسر لك، ماشي هو اللي خصو ما عنده الحق يهضر معك في هذه النقطة. لان نظاراتي خصو يصنع داكشي اللي في الوصفه ديال الطبيب ويعطيها لك. الا عنده شي راي اخر خصو يخليه عند راسو او يعيط للطبيب لان المكالمه كتكون او التواصل كيكون بين الطبيب والمريض. مزاوله الطب فهي كلام، مزاوله الطب فهي كلام وتواصل، ومزاوله الطب كيديرها الطبيب ملي كيهضر نظاراتي مع المريض ولا طبيب
كتسمى مزاولة الطب بطريقة غير قانونية. باش نكونوا واضحين، هذا المشكل كنعيشوه، كل واحد كيلغي بالغاه، اللي وراء الفرم الصيدلي كيهضر، واللي وراء هذا كيهضر، وهذا لا ما تاخذش هذه وخذ هذه، لا عندك شي حاجه ما تقول كتهز التليفون. علاش الوصفه الورقه اللي كتكون لوردونونس كيكون فيها التليفون ديال الطبيب؟ الا كان السيد ما فهمش كيهز التليفون وعيط يقول له اسمح لي الله يخليك هذه فيها على القرب، لا سيدي انا بغيت نعطيها على القرب ما بغيتش نعطيه البعد، او هذا النظاظر هذا خصو يديرهم دائما، فهمتي؟ ما خصوش يتكلم معك انت يخليك في واحد الشك وما فهمتيش، هو ما قلبك ما عرفك وما عارفش شنو هو المسائل ديالك وما عارفش هذيك المساله كتخصك بينك وبين الطبيب. نعم دابا انت اول السؤال ديالي انا باش نفسر لك، لان هذه المساله كنعيشوها باش الناس يفهموا من 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 هذا الموقف هذا اللي عشتيه انت، خص كيفاش الطريقه كنتعاملوا معاها او القانون كيفاش كيقول. كتهز الوصفه كتهز كتعيط للطبيب ما يهضرش معاك انت، وديك الساعه يقول لك اسمح لي الطبيب غادي يقول له الله يخليك صيفطوا لي باش نفسر له بعض النقاط. انا في نظري اول حاجه غدير غترجع عند الطبيب ديالك وغادي تشوف واش ممكن دير نظاظر دائما ويعطيك وصفه، واخا يكون الشوف ديالك مزيان ديال البعد يكتب لك فيهم بعد وقرب. دابا هو اختار حتى الطبيب اختار لك واحد الطريقه وما قالش ليك. انا انت خصك مثلا بالنسبه للسن ديالك 44 من الاحسن يكون عندك نظاظر فيهم بعد وقرب، باش يكون عندك واخا كتشوف مزيان البعد باش تكون حاطهم دائما، ما تبقاش انت تقلب عليهم نسيتهم في الطوموبيل نسيتهم في البيرون نسيتهم في الدار فينا هما في جيبي. مره كتبغي تشوف البعد مره كتبغي تشوف القرب، غتبدا تقلب على النظاظر عاد باش تشوف القرب. اذا كاين مشكل، النظاراتي دار واحد الملاحظه صحيحه ولكن ما خصوش يتكلم معك، خصو يتكلم مع الطبيب. انا في نظري ترجع عند الطبيب ديالك وغتقول له الله يخليك من الاحسن كتب لي قياس باش ندير فيهم بعد وقرب، وتمشي ديك الساعه النظارات يدير لك فيهم بعد وقرب من الاحسن بالنسبه للسن ديالك. شكرا استاذ. مرحبا مرحبا. شكرا بشكل شكرا اخويا العفو هذا واجب. مرحبا بك سي حمد، ومن عند سي حمد غادي نزيدو نطلعوا شويه ياك توريرت. ما عرفناش اش من توريرت. توريرت ما عرفناش نسولوها مليكه اش من توريرت. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام لالا لاباس. سلام دكتور. كي دايره مليكه؟ بخير عندكم في الشرق التوريرت ديال الشرق. مليكه من توريرت الشرق ياك؟ الشرق واه. مرحبا. انا كتلف لي توريرت وترقيست. كاين حتى توريرت عاوتاني. مرحبا مرحبا لاله مليكه تفضل حبيبتي. الله يخليك دكتور، بغيت واحد الاستشاره الاخت نتاعي. نعم لاله. عندها نظر ناقص بزاف، وفاش دارت واحد الراديو قال لها عندك اعوجاج نتاع القرنيه. اييه. وقال لها يعني فاش قالت له يعني واش يمكن كاين شي حاجه، قال لها ما تقدريش ديري لوبيراسيون. لوبيراسيون توصل واحد اللاج يعني ما يمكنش. شحال سنها؟ شحال سن ديالها؟ عندها شي 42 واحد. لا كان عندها عوجاج في القرنيه دير عدسه قاصحين غتشوف بهم حسن. الا كانت القرنيه معوجه بزاف وما غاتشدش لك العدسه كدير زراعه قرنيه كيكونوا الحلول. ما يقولش لا ما عندك ما ديري 40 سنه مازال صغيره. قال لها كنديروا العمليه ملي كتكون في اللاج باقي صغيره، يعني انت وصلتي ل 40 عام يعني غتكتفي بالنظاظر وصافي. لا هذا الراي ديالو هو الشخصي، ماشي هو اللي غادي يقول لها شنو غدير. اولا الا كان عندها عوجاج في القرنيه وبغات تشوف حسن، يا اما هذا العوجاج هذا راه غادي يكون كبير بزاف اذا خص القرنيه تبدل، يا اما العوجاج ممكن تحط عليه عدسات صلبه وغتشوف بهم حسن. ما يقولش لها ما غنديرش. فهمتي؟ خصها دير واحد الراديو ديال القرنيه، كدير ديك الراديو ديال القرنيه كتشوف واش عندها قرنيه مخروطيه ولا غير عوجاج عادي. إيه لكن دابا انا كنقول لك انا ما عرفتش اش دارته، ولكن انا ما عرفتش شنو النتيجه ديالو، واش قرنيه مخروطيه ولا غير عوجاج عادي. فهمتي؟ ولكن كاين عوجاج. لا عوجاج كاين العوجاج فيه ديال القرنيه المخروطيه كيغاتكون، او كيكون عوجاج مستقر متوازين ممكن تعمل تصحيح ماشي مشكل. فهمتي؟ خاص تمشيو للمركز، خاص تمشيو للمركز اللي مختص في التصحيح وغادي يقول لك الحلول. مركز مختص في التصحيح؟ يعني حنايا في توريت ما عندناش شي مركز مختص، يمكن ما عرفتش واش كاين في وجده ولا لا. في وجده ربما غتلقاو اطباء، لان كاين مستشفى جامعي كاين، علاش نمشي لوجده وتشوفي باش تعرفي.
واخا شكرا. مرحبا لالا. مرحبا. مرحبا لالا. مرحبا. شكرا لك لالا مليكه. مرحبا بك ومرحبا بالناس ديال تاوري اللي غادي يمشيو. نستقبلوا دائما مكالماتكم مستمعينا. سيده ساره من رباط نرجعوا العاصمه ديالنا. سيده ساره السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا حبيبتي. اللهم امين. الحمد لله. تفضلي. عندك عندي كيسيون دكتور سي بوسيبل؟ لا سي با بوسيبل. ما بغيناش ما بغيناش. مرحبا بنتي. مرحبا. قولنا لا ساره قولنا. وي انا عندي فلاش 34. اييه. وتقريبا من 29 وكيجوني واحد لي مو دو تيت. دي مو دو تيت. باراسيتامول ومشيت بزاف ديال لي زوبتامول كيقول لي حقا غير مع الخدمه مع البي اس اي مع كنقري. صافي حقا خذي اونتي فونس الحمد لله طحت واحد لوفتامول قال لي لا عندك جلوكوم. راه كانت لي ميزور اللي عطاني في لا بخوميييغ كونسلتاسيون كانت عندي 23. ولكن 23 ما ديرش لك الحريق في الراس. حيت كان صفا كانت انايا ما كيبقى يبان ليش الكتابه هذوك باغ اكزومبل لي شو تيتخ كيكونوا في الكتابه. وعندك نظاظر ولا ما عندكش نظاظر؟ لا ما عنديش. تقول لي شوفني انا كنت بغيت انا نتشاور معاك عطيني ان تريتمون قال لي حقا اونتخ بارونتيز ادي ديال جوج واحد التقاطر كنديرهم في نفس الوقت ديال التونسيون. اي اكزاكتومون. علاش اونتخ بارونتيز؟ قال لي زعما افي هذيك افي. انت قلتي اونتخ بارونتيز ستادير ما متيقناش من هذه المساله. ما عرفتش واش كاين اسبوغ. بالا كان لا طونسيون راه اللهم تجيك في التقاطر ولا تجيك في المشكل. الا كان الطونسيون هو الزرق هو الجلوكوم. الا كان الجلوكوم عندك خصك تبقاي ديري مراقبه ديال الحق البصري ديال لو سي تي باش تشوفي العصب البصري. انا كديري ان شون فيزيوال لو سي تي لو سي تي و شون فيزيوال دو فاسون ريغولييغ. وخصك تعرفي واش عندك ان جلوكوم كرونيك ولا ان جلوكوم اللي كان كيعطيك الحريق. واش ربما مثلا ملي كيكون الظلام المومو كيتحل وكيكون عندك الغرفه الاماميه ديال العين صغيره كتطلع لك الطونسيون بزاف لان 24 ما تعطيكش الحريق في الراس. باش نكونوا واضحين الوضوح اللي ما كيكونش عندك في الشوفه واش عنده علاقه بجفاف العين لانك ما كتستعملي هذوك التقاطر ولا كاين مشكل اخر. يعني انك يكون عندك مثلا محتاجه النظارات لان ملي كيخص يديروا لك التقاطر وكتشوفي تقاطر باش كتحل القزحيه كتحل مومه العين وكتعبر القوه ديال العين. هذيك القوه ديال العين هي اللي كتعطينا العبار اللي ربما غتحتاجيه واخا كنتي كتشوفي عادي ولكن كيخصك دير هذوك النظاظر باش العضلات العين يشتغلوا في ظروف اخف. فنعطيك مثال السياره شحال فيها من الفيتاس كاين اللي عندها 8 7 الى اخره. ملي كديري بروميير فيتاس تقد تمشي كتمشي السياره ماشي ما كتمشيش ولكن كتمشي والمحرك مزير الموتور كيكون مزير. اذا انت كتشوفي الا كنتي كتشوفي بواحد الجهد لان انت ما كتحسيش بذاك الجهد اللي كديرو العين كتشوفي وضوح ولكن ملي كيعياو العضلات ديال العين كيولي عندك ضبابيه في النظر. اذا كيبقى يضروني هاد الجينيس كلي ما بينش جبيني فوق لوني. هذوك اللي فوق لوني باسكو انت ربما كتكمشي يعني الجفن ديالك والعضلات ديال العين كيعيا وربما هذا هو اللي كان كيعطيك الحريق. لان الا كنتي كتكمشي بحال اللي كيقولوا فرونسي اون فرونس لو سورسيل يعني انك الجبهه ديالك كتقوصي شيئا ما كتخدمي دوك العضلات. العضلات كيعيا وبحال الانسان ملي كيستعمل العضلات ديال الجسم ديالو العاديين هذوك العضلات حتى هما كيعيا هما هذاك التشنج ديالهم اللي غيعطيك الحريق. اذا عندك بزاف ديال النقاط اللي خصهم يتدرسوا. صافي دابا انا بغيت نشاور معاك واش نبقى مع لو ميم اوفطالمو ولا نبدلو حيت باغ اكزومبل في لا ديغنييغ كونسلطاسيون لو 8 29 واحد شي شيف هذاك اللي كيكونوا في لا كونسلطاسيون وقت بلو شخص اللي ناخذ نظام قال لي لا ما يحتاجش راه هي لا فاتيك اكسيتيرا تبعي غير تقاطر. لا خاص يدير لك خاص النظاظر يمشي لي بين قتلي الشوف زعما لا النظاظر النظاظر ما كيحميوش الشوف غير ملي كديري النظاظر باش العين تشتغل في ظروف جيده. فهمتي؟ يعني خصك يدار لك سكيه يعني يدار لك واحد القطر باش يتحل مومود العين ويشوف واش محتاجه واخا ربع درجه او نصف درجه راه غتعاونك. هذوك لي مشبولون كنعيش معاهم. ملي كيقلب لك الشبكه وكتكون مزيانه ما تخافيش منهم لان قد يكون عالم التعب وكيكثروا. عافاك مع لا كروسيس هذوك القطر ما كاينش شي على حسب اش من نوع ديال التقاطر. كاين التقاطر اللي خصك تفاديهم وتغيريهم. المهم عندي وحده كتبدا بازين. لا غادي تشوفي عرفتهم عرفت السميات ديالهم. من الاحسن تشوفي مع الطبيب ديالك. داكور.
صافي صافي يلا تبارك الله عليك. طيب شكرا كثير لك ساره على التواصل ديالك. نتمنى نكونوا فدناك ياك دكتور. بغيت تعطيك الاسئله بغيت تعطيك الاسماء على كل حال لانه ممنوع حبيبتي باش نحترموا. لا هي فهمتها هي احترمت. طيب غادي نمشيو من بعد ساره عند سيده عائشه من دار البيضاء. سيده عائشه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا بك لاله. مرحبا الحمد لله تفضلي لاله علينا وعليك لاله. مرحبا اختي. بغيت نسول الدكتور الشهبي. تفضلي حبيبتي لاله عائشه تفضلي. دكتور هو معك. نعم لاله عائشه. انا درت السلام لله دكتور دات السلام ورحمه الله. كي داير لاباس عليك خويا؟ درت واحد العمليه العيني ديال حيد الجلاله. أيه؟ ملي حيد الجلاله وانا نصراتي تضرني من ديك العين اللي درت اللي حيدت منها الجلاله. راسك يضرك؟ نص الجهه اللي درت فيها الجلاله غير الجهه اللي العين اللي درت فيها الجلاله. ما الجلالة ما تخليش لك الحريق دابا غير خصك تشوفي مع الطبيب ديالك الا كانت انا نعم ما عنديش طونسيو. درت الشبكه درت سكانر درت ليري. ملي درت ليري خرج لي واحد العريقات قال لك هما اللي تيديروا لك هاد الشيء في راسك. انا ما كان راسي تضرني ما كان حتى شي حاجه غير ملي درت العمليه. ملي دار لك العمليه كان دار لك البنج عادي ديال عينيك؟ دار لي البنج في عيني. دار لك الشوكات في عينيك؟ ايه دار لي الشوكات في عيني. واللي خصك تشوفيه هو اللي يكون عندك مشكل في السنان ولا في الجيوب؟ فهمتي؟ تشوفي السنان ولا الجيوب لان في الغالب العمليه العين بالجلاله ما كتعطيش هذا الحريق. حتى انا ربما انا قلت شربت واحد شويه ديال الماء ملي بغيت نمشي ندير العمليه. لا لا لا, لا ما عندها علاقه. ما عندها علاقه. لا ما عندها حتى شي علاقه. الماء زعما لا شربته قبل ما ندير العمليه ما لا ما عندها حتى علاقه. الماء كاين اللي كيشربوا واخا كيتبنج كامل كاع ماشي ما خص الانسان يتفادى ياخذ شي حاجه من الاحسن ولكن ما عندها حتى شي تاثير وخصوصا بالنسبه للتخدير محلي ما عندها حتى شي مشكل. دابا شنو خاصني ندير؟ تشوفي الجيوب لي سينوزيت اللي تكون عندك الجيوب سيري عند طبيب ديال الانف والحنجره وشوفي يديروا لك شي راديو على حساب السنان اللي يكون عندك دي كاري دونتير ولا شي حاجه اللي ممكن قد تفسر لك هذه المسائل لان العمليه الجلاله ما ديرش هذه المساله. حتى انا ملي درت ليري مخرجوا لي شي عرق وقال لك هما اللي كيعطيوك الصداع دابا غتبقى تشربي الدواء طول عمرك. خصك انا اللي غير غتعطيك تفسير ديال عندك الصداع ما كنظنش الله اعلم ولكن غادي تشوفي مع الطبيب ديال العصب النوغولوج. فهمتي ما يمكنش غادي تجي وتقول شوفي النوغولوج هو اللي يتكلم كل واحد يتكلم في الميدان ديالو ما يمكنش نبقاو نتكلموا في كل شيء. انا في العين وكاين بعض المسائل اللي كنرسلها الاطباء ديال التخصص داخل التخصص ما يمكنش نتكلموا ونعرفوا كل شيء. العلم شاسع وكيتغير. شكرا. مرحبا لاله. مرحبا. مرحبا لاله. شكرا لك لاله عائشه. العفو هذا واجب حبيبتي. الله يزيد فرحتك والله يزيد فرحت كاع المستمعين تاعنا ان شاء الله. اللي مريض الله يشافيه في هذه الايام مفترجه. وغادي نمشيو سريعا عند سعاد من الصويره. السلام عليكم سعاد. وعليكم السلام. لاباس عليك حبيبتي تفضلي. مرحبا. بارك الله فيك. اخباركم كلشي مزيان؟ الله يبارك فيك الحمد لله. الدكتوره هو معك تفضلي. عافاك كنتصل على قبل الوالده ديالي عندها ايفيت. نعم. ايفيت بوستيريور. في لو دغوا كانت في نفس العين كانت جاتها اون توكسون وكانت تخيطات. نعم. وفي نفس العين عاود رجعت عاوتاني التهبات ليها. مي هاد المره كنديروا التحاليل كيخرج داك الشيء دوريجين انكوني كاع لي بيلون كانوا كيخرجوا نورمال. كل شيء كيخرج نورمال. ودارت ان بيلون لوكو ريجيونال يعني دارت البيلون ديال السينوزيت ولا بانوراميك دونتير وبلون دو سكانير دارتهم؟ لا غير كانوا كيديروا لها لي بيلون غير ديال دوك لي مالادي اوتو ايمين. لا قلب دابا مالادي اوتو ايمين نورمالمون ما غاتكونش غير عين وحده. مالادي اوتو ايمين خصها تكون مالادي سيستيم دونك اون جينيرال العين بجوج. دونك بما ان عندها في عين وحده قلبي على سبب محلي هو الاول. السبب المحلي هو قد يكون اون سينوزيت ولا دي كاري دونتير ولا هذا. دونك دار ان تي بيلون لوكو ريجيونال لوندو سكانير بانوراميك دونتير تعرفوا بعدا واش كاين شي سينوزيت اللي ممكن تحل المشكل. شنو الحوايج اللي كيشخصوا بهم لاسينوزيت؟ عندها غديري الغاديو باش تشوفيها ماشي غديري ان بلوندو سكانير. ان بلوندو سكانير غيبين لك سينوزيت بانوراميك دونتير غيبين لك لي كاري ولا دي فوا انفكسيو. حيت دابا هي عام وهي سويفيت
عند لوبطالمو عند دابور ان بيلون لوكو ريجيونال باسكو سي يونيلاتيرال كاينه جهه وحده نقلبوا على مسائل محليه الا كانت مساله محليه راه حليتي المشكل الا ما كانش محليه كيكون صعيب باش تلقى لان اسكو هذيك لا توكسو اللي كيت اشاك فوا سايسيدي جو سي با مرحبا لالا شكرا لالا سعاد شكرا لك حبيبتي نهاركم مبروك وسلمنا للناس الصويره غادي نمشيو دكتور ناخذ اتصال خديجه مرحبا بك لالا خديجه السلام عليكم مرحبا بك لالا خديجه تفضلي مرحبا لاباس لاباس علينا وعليك مرحبا بك كتسمعينا لالا خديجه هذا الراديو لالا خديجه تقدري تبعدي من الراديو الله يرضي عليك ولا طفي الا جات على خاطرك باش نسمعك مزيان تفضلي لالا خديجه تفضلي الو مشات مقصر كنسمعوك دابا مرحبا بك خديجه تفضلي شنو ما سمعتكش مزيان لالا خديجه كانت عندي بابا على عينيا ما كنشوفش شحال السن ديالك شحال عمرك انا عندي 50 شحال 50 عام وهذا ومشيتي عند الطبيب ديال العينين ولا ما مشيتيش مشيت عند واحد قال لي عندك جلاله جوج هو عندك جلاله حيدي جلاله وما عندي جلاله لا عندك جلاله حيدي جلاله وغتكون تشوفي ان شاء الله مزيان ما عندكش سكر لا ما عنديش سكر ايوا حيدي الجلاله ان شاء الله غتشوفي مزيان والله الحمد لله جيت لي تايتي لي واحد عندها شنو عندها عندها حبوبات عينها سرطان في العين سرطان ايوا بلاص العين هي ما عندها شي لاتاني هي ولا ما عندهاش باش ما عندهاش باش لا تمشي للسبيطار السبيطار تكلفوا بها ما عندها باش تمشي في البادية ما عندها ولكن كيما كاينين في البادية غيمشيو يداووها في البادية راه خصها تمشي للسبيطار لازم لأن هذاك الشيء السرطان خصها تمشي للمستشفى الجامعي أنتو ماشي شوا تابعين لمراكش لا ما يمكنش ما كاين اللي يدافع إلا مشاتو عندها السرطان غيداووها ما يمكنش لا والجمعية راه خصها تمشي للسبيطار الجمعية غداوها في البلاد راه ما يمكنش راه لقاش راه عندها سرطان وداك الشيء لا تعطل راه غيمشي لها العظم راه ما بقاش فعال في العين غيسرح لها في الريه يمشي لها الكبده يمشي لها صعيب واللي فيها الحريق بزاف لازم تديوها لا والله يجيب الشفاء طيب لالا خديجه شكرا لك حبيت على المكالمه وغادي نمشيو دريس من وجده دكتور ما تختار كي صعب التعليق يلاه سي دريس السلام عليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك سيدي مرحبا تفضل واحد الكلمه في القلب بغى يخرجها لسام طلب ربي يحفظها الدكتور الشهبي سي دريس السلام عليكم سيدي بارك الله فيك رب العالمين يحفظك ويطول في عمرك ويكثر بعض الناس بحالك واخا غات الله يبارك فيك كاين الحمد لله كاين المغرب كاين الحمد لله كاين ناس مزيانين الله يحفظك هادشي اللي بغيت نقول الله يكبر بك ودا سي دريس في هذه الايام الزوينه الله يجازيك بخير شكرا ختام بكلام زوين وبدعوات طيب انا راك تنشد في دريس نقول ليه دعاوي للدكتور وانا مزيكين غير شويه شويه في هذه العواشر دعوا معايا بارك يدعوا معك ربي يخليك دكتور شكرا جزيلا على كرمك شكرا لك انا عواشرك مبروكه الله يبارك فيك شكرا الخميس كتهلا لي واقيلا غادي يكون العيد ياك مسالينش لينا ماشي باذن الله باذن الله فنتمنى ان شاء الله عيد مبارك سعيد شكرا جميعا ان شاء الله شكرا حتى انت صحة والسلامة ان شاء الله كل ما كتمناي يا ربي بشفاء الوالدة ان شاء الله يا ربي يا ربي وشافي كل مريض يا رب شكرا جزيلا دكتور شكرا غادي نمشيو فاصل قصير موسيقي